Gompsy. مرحبا بكم في فكرة سامي فاري ومرحبا بفرقة رياض بودينار. سامدي سوار نحب نكونوا خفاف ظل عليكم، فقلنا باش نخفوا برشا في الانترفيو نتاعنا، وقررنا باش نعطيكم زاده كل اسبوع شنو اللي صار الجمعه كامله، اما بطريقه شويه خاصه بطريقه سابرينا وغيتو ام راب نيوز. زوجاتكم الاخبار في قالب ضحكه فضحنا الخنار في بلاد العريان يسلب في ميت خفتنا تقول راكبين في جرانويت. اهلا وسهلا نبدا باول الاخبار نشوفوا مهرجان الجي سي سي والستار شرط الحضور درج تمثيل وكالب لا بواب تقول سوق بومادين رصيد فن السر غاتي باللي صار اللي عنده ثقه في كاريير وجي حتى في شكار مهرجان السينما ولا مهرجان الروب تيت عنده شكون في روبا تكثر الخب تقول عرايس تقصد بالتي في هو اللي نجح ناس ما شدت في تونس كان في لهم عصفور استاح برا نحاولوا ناخذوا الكلمه هل مسموح مع الممثل العربي جيتوني ابو ممدوح ما لقيتش كلمات نقدر بها نعبر ريت حسن الضيافه ورحبت السطر برشا تنوع في الاعمال وكثافه روب بالالوان وروب اخرى شفافه الراحي يا صبيه نعمل لك كاستينج ولو نجحتي تروحي تعملي شوبينج خلي الفرده متاعك في وسط الباركينج حتى العطار تولي تمشي له في بوينج تونس بلدي تاني حاب تصور نغسل بهم جيراني يا وخياني ما عاد مروح يا بابا في قلبي جاتني إصابة فوتوشوب في هوليود وناس نصابة حب الزين العربي وعجيبين عصابة عصفور الصح ولا المريش ولا محفت جاي نشوف المالكة وحب نتفتفت من اللي ريت بالموليهم ركبت لي باش نجيب أحذيهم جي سي سي دي ما بربوخو حاب نجرب البخوخو بالله طفونا كالذوخ اللي يبدأ جو شكرا لك نكملوا في الاخبار يوسف الشاهد بالتحوير عمل لهم كشمار ذهب القصف الناري عمل تحوير وزاري وسعيده قراش قتلك الرئيس مرضاش الشاهد في نوفمبر عمل لهم انتفاضه يحب يعمل تحوير من غير ما يخلص القباضه في النداء وفي الرئاسه حل لهم خماضه والشيخ ولا معهرو ما فيك رشدي اباضه كملوا مع السياسه ونشوفوا شنيا اللي صار ناخذوا تصريح وزير التنميه والاستثمار وزيرنا وفانا باخر المستجدات ايطاليا وافقت باش تعطي لتونس تمويلات تنمية الجهات 4.5 مليون أورو تيها وجهي كانوا سنة منهم دورو دولة قحافة مواطن مل هو يكردي من العطار وهي تكردي من الدول لازم نرفعوا شعار لله يا محسنين أما الفلوس اللي قحفتوا أقبل مشات فين رجال السياسة كلها تحكي على التغيير ولا واحد شفنا منه حتى سبع تباشير ومن السياسة للرياضة نعطيكم آخر الأخبار بين الأهلي والتراجي قد حتى النار الحكام طلع سمسار يفهم أكثر من الفار حكام ما يغلطش في بلاصة عيني رادار فركسهم في الكار زيد يفرق في الأنظار زيرية تبروا منا قالوا لك جبت لنا العار فريمو قداش حقوق الحكام تبارك الله عليه السيسي والأهلي قداش عطاوه بجنيه عنا رجال وضربونا عرفتوا كار واحنا عمرنا ما نقطع عمره والنكي أزارو إلى اللقاء قد وصلنا للختام شكرا على المتابعة وحسن الاهتمام رابيو زوجاتكم الاخبار في قالب ضحكه فضحنا الخنار في بلاد العريان يسلب في ميت خفتنا تقول راكبين في جرانويت الراب نيوز الراب نيوز نتاع سابرينا وغيتو ام تصفيق كبير عليهم برافو لي زونفون وتوا نشوفوا شنو اللي استنى فيكم الليله هي ومين كيرا هي وسكينة هي اللحمة وهو السكينة طوف الرجلة هي تعطينا هي ما كيلنا هوا مين جارة جاي كر علينا جو جابلنا بلوندة تقارينا بما اني قلت ما فهمش رجال في تونس خمم لي ها انا شنو تعتبرني كان تعرفني على حقيقتي من غير بوتوكس نكمل نخدم معاك كما جيتش معرس تقبل انك تعرس بيا خلوك على خاطر المستوى تدنى يا اخي هو كان فما مستوى من نصله باش حتى يتدنى يا امين معناتها سؤال ما عرفت شكون في بريك اللي خالص أه
هذه الحكاية هذه غريبة جدا، ما كاين حتى واحد يقدر يتيق أن واحد صار له نفس الحكاية دو فوا في نفس القضية. ما عنديش عشرة يا حسرة علينا يا حسرة، كنا حبايب واشنو جرى. حتى بالتونسي نمشيو بعيد ونشيخو عندكم في عندنا شيخ وحنا عندنا شيخ وانا قصدت عندنا شيخ عندنا 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 شيخ عندنا عندنا شيخ بتونس عندنا باهي خاطر انتوما في المغرب ما عندكمش الشيخه لا احنا التوانسه اللي عندنا شيخه كم عدد بشوية بشوية دقيقة 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 بشوية بشوية بعد وفاة أمي أقرب الناس داروا علي واللي وجعني أكثر هو وقت اللي كمل لي جملتي وقت اللي لقيت روحي غايب عن جميع الوثائق اعتذار المريم الدباء عزيزتي مريم فوالا امان امان يا امان شبيك مفزوع انت يا مريم جوليا امان سيم يا امان ما في باليش هكا ويني كاثر اللي حكي لي يا امان امان يا ليلى ما على قدك لو تدعي البحور انا الرصد سعيد جدا باستقبال زوز زملاء جدد التحقوا بقناة الحوار التونسي أمين قارة ومريم الدباغة مرحبا بكم مرحبا مين مرحبا مريم سعيد جدا باستقبالك ميرسي وانت فرحانه اللي انت هوني لا فهمتك ما نبداو شمون خلينا نعقيل امين مرحبا فرحانه انت هوني ولا بيان سور ان توكا احنا فرحانين اللي انت بحالنا بالحق هوني تري كونتون بي بالأخص أمين اللي أنت تقول في كل حوار تأكد اللي أنت ما تخاف من حد وكلمتك تقولها باش نشوفوك توا بالرسمي تقول كلمتك ولا لا كنت خرجت زعما الولاد تتصور نقول كلمتي ولا بون بوبليك بيان كنت خرجت من حنبعل قلت غلطة أنك خدمت فيها من بعدك التحقت بالحوار التونسي في برنامج كلام الناس وقلت كانت الغلطة الثانية في الكاريير متاعك وأنك مشيت للحوار بالسيف عليك ومن بعد خرجت من الحوار مشيت القناة التاسعة وقلت فيهم برشا كلام ماهوش حلو برشا هل ترى ساعة نحب نفهم حاجة جيت لهنا بالسيف عليك ولا بكيفك المرة هذه مرة هذه بور اون فوا بالنسبة لي أنا معناتها نمشي معناتها القناة بكيفي. معناتها البداية مع حنا بعل كانت معناتها بربي خنعاود شوية خاطر المرة هذه جيت القناة الحوار بالسيف عليك ولا بكيفك؟ بكيفي مرة هذه بكيفي. مرة هذه بكيفي. وأنت حبيت تخرج. شكون هذا؟ ورجعوه الصندوق. تمام. ارجع منين جيت؟ صباح اخرج 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 خاطر احنا متفاهمين على الكلمه باش يخرج فيها وانا رصيتني نعاود هذاك هو بيد وهي في هاي بكل جمعه اش عاملين فيك؟ بربي قمر ارسم الكلمه مليح معناتها ارسم الكلمه مليح رصيتني نعاود 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 صفقوا علي فما نشوف وجهه من بوم باهي صباح مريم هو راهو مريم كان بريفيو امين باش يقعد مش مشكل يا اخي هو جات الفجعه عندك انت
وحب يفهم هو جيت على كيفك ولا بالسيف على كيفك ولا بالسيف على كيفك وي على كيفي امين جاوبنا على سؤالي بون على كيفي حنا بعد كانت التجربه الاولى دونك ما كانش فما اختيار التجربه الثانيه كانت مع قناه الحوار التونسي وعلاش خرجت مغشش علاش خرجت مغشش تحبوا تعرفوا بلي علاش خرجت مغشش انا ما نحبش نقول علاش خرجت مغشش كنت تعبوا تعرفوا علاش خرجت معايا بون خرجت مانيش فرحان خرجت بوغ ان ديفي خرجت باش نعمل حاجه يمكن نوري روحي ونوري العباد اخرين اللي انا علاش خرجت من الحوار شنو هو اللي في الحوار غشك معايا برا برك بون اللي صار معناتها التجربه كانت نجم تتواصل بطريقه اخرى معناتها كي مشيت لقناه الحوار ما حبيش نخدم كلام الناس معناتها اسونسيالمون من الاول معناتها كان عندي كونسيبت واحد اخر في مخي اي مع سيتي ميثود كوي فهمتك والا يمكن برنامج اخر في اللي هو ترفيهي اكثر نقول ولا ترفيهي انا القى روحي في برامج الترفيهيه اكثر من اللي برنامج ما تحط بعضها وزير وكاتب دوله اخويا تحطني نحكي معاهم انا من سي با مون ستيل معناتها تقول انت يمكن اداره القناه هي اللي عملت غلطه في الكاستينج وانا حطيتك في كلام الناس معناتها ظلموك كيف حطوك في كلام الناس علاش قبلت؟ قبلت خاطر تخدم في الحوار في الاخر معناتها لازم باش تقدم لازمك تخدم في الحوار واللي تعلمته غاديك في العام هذاك معناتها هو بيدو اللي خلاني نكمل كاريري كان ما تعديتش العام هذاك في الحوار انا اعتبرها مدرسه معناتها قبل كل شيء ما كنتش نجم نوصل اللي وصلت له اليوم. باهي مشيت من بعديك للتاسعه وكيف كيف كيف خرجت من التاسعه قلت فيهم كلام خايب. بلبزها وخايف. معناتها قلت فيهم قلت فيهم كلام خايب توا عادي وانك كل ما تخدم مع ناس من بعد تخرج تقول فيهم كلام خايب. هي تولي قاعده كان بعد ما نغادر قناه الحوار نزيد نقول كلام خايب مره هذه وقت تولي وقت تولي قاعده بس اما توا امين فما اسباب بالحق توا سؤال يطرح فما اسباب اي فما اسباب معناتها مش معناتها خاطر حتى على مصداقيتك انت ميرسي سامي خايف على مصداقيتي خويا بارك الله فيك اما ليه بالرسمي المغادره نتاع قناه التاسعه كان فما اسباب معناتها كانت بالنسبه لي انا هي تعرفها من حكايه من شكر وذم غير هاي كذبه مرتين باهي من وافق ونافق كذب مرتين به انا ما نافقتش وعمري ما نافقت وكي نخرج نقول فما حاجه ما عجبتنيش كي نغادر فما حاجه ما عجبتنيش كي قلت اني غادرت قناه التاسع على خاطر انه الاسباب اليوم ما عادش ملائمه ونعتبر انا روحي من المناشطين اللي ساهموا بنسبه كبيره ولا صغيره ما عادش بيبليك اللي يتفرج هو اللي يحكم في نجاح القناه هذيك في وقت معين وقت اللي كانت القناه باش تسكر كنت انا موجود تنجم امين تخرج من بلاصه وتخرج بعلاقه ما عنديش طيب. يا سامي تنفيق انا ما نتنفقش خويا انا ما أنا نسقط الأقنعة خويا ما عنديش القناعة نتاع التمسكة اللي باش نقعد قدام عبد نقول والله ما حلانا وأنا نبوسوا في بعضنا وأنت ما حلاك وقت اللي ماناش متفاهمين مانيش متفاهمين أنا الماسك هذاك منحيه ما عنديش باهي أنا تو ما نحبش نرجع على الكلام اللي تقال بعد مغادرتك للتاسعة إقالة واستقالة وكذا فك علينا من أنا والله ماذا بينا نعمل تيست وحدك أهو تيست شنو؟ تيست وحدك بلا حسب رايكم طردوني ولا خرجت وحدي؟ لا انت تو مش هذايا موضوعنا امين امين هو قال طردوك بلا خرجوهم خلينا مش هذايا موضوع اما اللي يجلب الانتباه واللي غريب شويه هو البيان اللي خرج اللي قالوا على خاطر هما خرجوك على خاطر المستوى تدنى هكا ولا لا؟ يا اخي هو كان فما مستوى من نصله باش حتى يتدنى يا امين معناتها سؤالي والله عرفت شكون في بريك اللي خالص كان فما مستوى اي معناتها وفما برامج حتى معناتها في برشا قنوات فيه مستوى زاد معناتها راقي جدا مش كان اللي نعمل فيه هنا معناتها سي 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 ان جونغ ديميسيون اليوم فما نوع من نوعيه البرامج اللي ترفيهيه اللي قريبه ياسر ما تسحقش برشا تخدم مخ كي تروح للدار ما عينكش باش تكسر راسك برشا في حاجه تحب تتفرج في ضحكه سهله معناتها البرنامج نتاعنا كان اكثر عبيد يتفرجوا فينا واو نسب اي نسب المشاهده تدخل دفع على يكفيني يكفيني شرف سامي اني حققت نسبه مشاهده هي الاعلى حتى توا في السيزون هذايا في جميع القنوات به وقلت هذا انك خرجت على خاطر قناه التاسعة عندها اجنده سياسيه ولو معناتها نفترض جدلا وانه كلامك صحيح يا اخي سامحني اللي عنده اجنده سياسيه والناس اللي تهمها السياسه باش تهتم بالبرنامج نتاعك انت يا اخي البرنامج نتاعك عنده تاثير سياسي ماذا باش نكونوا منطقيين كيفاش برنامجك انت ليميسيون تنجم تاثر على المتدني سام لا لا والله لا 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 معناتها كيفاش البرنامج ليميسيون ينجم ياثر على المشهد السياسي شو انا ساعه قبل كل شيء كي تدخل دار وتقعد مع عبيد وتعيش مع عبيد ما نجمش نجي نفضح كويزينه نتاعي مش نكون مش كمان مش نجاوب بطريقه ما تنعمل فيها على ذكاء المتفرج وعلى تلميحات ينجموا يفهموها دونك مانيش باش نمشي مش بروميير دوغري باش تعدى سكوند دوغري باه
كي يبدا برنامج ترفيهي يلزم يكون موجود وسط ليني ديتوريال نتاع شان تكون هي واضحه سياسيا وين ماشيه. انا هذا نرفضه. مثلا فما فلان تحكي عليه، فلان ما تحكيش عليه بالخايب، معناتها فلان ما عندكش الحق تتكلم عليه، فلان تنجم كي تتكلم عليه تنحالك في المونتاج حتى كان بتفادليك راه، معناتها تنجم تفادلك على العباد وعباد لا، تنجم تخدم مصالح فلان وفلان لا. معناتها انا اللعبه هذه نرفض خويا بصراحه. انا برنامج ترفيهي على مسافه واحده من الاحزاب الكل ومن الاحزاب الكل، ما يدخلنيش جمله وما نحبش ندخل الدومين هذاك. ديكو معناتها ما تلزنيش مثلا نعمل سكتش على حاجه تجي انت تنحيها في المونتاج، وقتها تولي انت تخدم في اجندا. باهي. خويا انا سي امين قارا، انا نحب نتعلم من سيادتك. انت قلت انت قلت اللي قبل ما انت بشوية خلينا نخدموا عاد بشوية بشوية بشوية. انت قلت مش كلهم سامي فاري يقول لك نتعلم من سيادتك. بالحق لا، خاطر كلام مرزين ومعقول ياسر اللي قلته. قلت انا كيف نعمل ايميسيون جديده وكي نجيب لي كرونيكور نتاعي، قبل ما نجيب لي كرونيكور نعمل اتيود على كل كرونيكور. حبيت نعرف شنو هي الاتيود اللي عملتها واللي خلاتك تجيب مريم الدباخ. والله هو الحقيقه ما تعمل عملت دراسه معمقه معك. معمقه معناتها عملت اتيود ابروفوندي على الاخر. فهمتك. معناتها مريم هي الشخصيه المستفزه. مريم ما تعداش ينابيرسو. البيرسوناج نتاعها هي ما يخليها كي تتعدى في بلاتو راهي باش تعمل بوز، معناتها ماكينه نتاع بوز الطفله هذي. هي اللي تقولوه في التراك تنجم هي تقولوا في وجوه العباد. دونك كي تقول حاجه خايبه راهي خايبه وتدافع على رايها وما يهمهاش في راي العباد. دونك انا متاكد اللي مريم دباغ موجود منها شويه على الاقل في كل واحد. واضح. باهي، من غير ما ندخل في التفاصيل، من غير ما نحكي لك على ليتود شنو معناتها. باهي. انت قلت كل واحد. باهي، انت قلت توا كل واحد. والله هذه من الاصعب ليزانترفيو اللي عملتهم في حياتي. تعرف نقول لك لا تعرف علاش ولا لا؟ خاطر ما هو كي تبدا نبداو معناتها اصدقاء وزملاء وكذا تصعب شويه. انت توا قلت كل واحد فيه شويه من مريم الدباخ. قداش فيك انت من مريم الدباخ؟ والله فيه برشا حاجات. مريم بغيت نعرف بعضها قداش جاوبتي بلاصتي على السؤال. والله فيه برشا حاجات ولا لا فيريتي. عنده قوه في مخه حتى حد ما عنده منها، هذيك زادين عندي منها. فهمت. في مخ ورا في مخ. واضح 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 واضح. به بالحق اللي بعد اللي خرجت انت من التاسعه، مريم ما حبتش تجي معاك وانت تغششت برشا. مش ما حبتش تجي معاك، ما تقعدت تمهمها شويه وما قالتلكش اللي اي يعني انا معك في كل الحالات. وانت خذيت في خاطرك منها شويه. مش صحيح. خاطر مريم كانت من العباد الاولانيين اللي علمتهم بني باش نغادر، معناتها وخذيت رايهم قبل. مانيش نخدم وحدي، نخدم مع فريق كامل، معناتها خاصه ليكيب دو برود اللي معايا ولي كرونيكور اللي هما اصحابي معناتها في الدنيا. دونك علمتهم، قلت لهم راني باش نغادر نحو قناه الحوار التونسي، شكون يحب يمشي معايا؟ مرحبا. اللي ما يحبش يمشي انا نتفاهم. معناتها ماري من العباد الاولانيين اللي قالت لي هي انا موجوده معاك. ديكو معناتها اللحظات اللي خممنا فيهم معناتها كل واحد هج البلاد. فوالا. دونك انا سافرت، هي سافرت. لا معناتها مش هج بتفدليك، معناتها بالحق كل واحد. انت سافرت نفكر فرنسا وقتها. لا انا بالحق انت ماري ما عليك برشا وقت في لبنان وقتها، معناتها جمعتين ولا ثلاثه يظهر لي حاجه هكا. دونك كل واحد هج البلاصه. مريم ما كانتش جوانيابل، اما كنا كل ليله نقعدوا معناتها نحكيوا مع بعضنا. معناتها ما نحكيوا كي نهار اللي جات رحت نهار الاحد. نهار الاثنين مضات العقد مع قناه الحوار. واضح. بعد خروجك من التاسعه دونك جاوا معاك طارق بعلوش، حنان شكراني، مريم الدباخ، وما جاش نقولوا احنا قياس اولا اللي هو كان معاك من الموسم الاولاني. علاش سي عبد الحميد القياس ماهوش معاك في بالي ماسك؟ نحب ساعة قبل كل شيء، نحب بعد إذن الببليك ماذا بيا تصفيق. حتى أنا خاطر نحبه برشا. معناتها قياس هل ترى هو اللي ما حبش يجي معناتها ولا؟ قياس بالنسبة لي أنا معناتها هو بو، وقياس بالنسبة لي أنا هو في مقام معناتها بابا، وقياس شخص مهم برشا في حياتي. وابار معناتها الخدمه اللي كانت جمعتنا، معناتها قياس من العباد اللي اضافوا لي برشا واللي تعلمت منهم برشا،
واللي حتى في كوتشينج مع لي كونيكور معناتها عنده كلمته وعنده اللي في نتاعو وعنده البوان نتاعو. علاش مش معك؟ قولوا له انتوما براس امك علاش مش ها؟ علاش مش معاك سنة في علاش مش موجود معايا؟ بون سي لو كونسيبت سي ما عرفش يمسكي قياس؟ قياس ما يمسكيش، قياس اللي في مخه يقولوا قياس قياس معناتها الصراحة. باهي. وأنا متأكد معناتها مازال باش يجمعنا معناتها برشا خدم أخرين مع بعضنا. إن شاء الله. بالي ماسك اسم البرنامج نتاعك الجديد، فما شكون تفرج في الحلقة الأولى فما شكون ما تفرجش، كان تفهمنا الكونسيبت. بالي ماسك فيكم كل فيكم شي واحد ساعة سادة المشاهدين ماسكة مرة في حياته ولا استعمل ماسك بيبليك ماسكيتو مرة فيكم شكون ماسكة؟ هذوما اسمع اسمع هذوما وانا ديجا كي نصفق عليك الماسكي كل واحد كل وانا سامي عندي اكسبيريونس شوف فما فرق بين هما كي يخدموا يصفقوا يصفقوا كل انا بنطلب بكل لطف من البيبليك اللي حاضر لهنا انه اللي بالرسمي يحب يصفق بالله بالله تصفيقه صادقه بالرسمي صادقه اللي ما عينوش باش يصفق ما يصفقش واو مريقل 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 دونك يسقط القناع اخويا يزينا من التمسكه يزي من اللي يجي روتار ويقول جيت في وقتي يزي من اللي يحب عبد ويجي قدامه ويتنفق عليه يزي من العباد اللي تحكي في ظهورات بعضها نحن اخويا عندنا نهار في الجمعه تسقط فيه الاقنعه كل دونك تنحي خويا الماسك نتاعك هذاك وتجينا خويا الانفيتي اللي باش يجي لي كرونيكور اللي باش يجيو واللي موجودين ما فيهم حتى واحد يمسك. تو على حكايه الكلام اللي قال هو شو يقول لك معناتها اتفق الجماعه وانا رايي هذايا سمعته برشا مانيش نقول لك انا موافق ولا مش موافق اما ان توكا الفكره هذه موجوده برشا وانه مش الكلام الكل حتى لو كان صحيح يتقال في التلفزه. انت مع الفكره هذه ولا؟ الكل خويا باش نقولوه نحن خويا مانيش نخبيو على التوانسه حتى شيء اللي الكلام اللي يحكيه في التريك ان احنا نجموا راهو ساعات في ليميسيون تاعنا في بالي ماسك نجموا نمشيو لابعد شوي معناتها نجموا ساعات راهو نشوكيوكم شوي اما ما تبهتوش خاطر ذاك الكلام اللي يتقال في التريك دونك احنا كي نقول نسقطوا الاقنعه راهو تنجموا تسمعوا حاجات اللي تنجم ساعات تبهتكم وتنجم ساعات ما تعجبكمش في جميع الحالات انا باش نحاولوا نكونوا عند حسن الظن. بربي توا سؤالي هذا المريم واللي كنتي امين زوز في الوقت بالحق فما برشا كلام توا لهنا معناتها كلنا توانسه نعرفوا بعضنا مليح معناتها البلاد داخله في حيط والرجال بهم وعليهم والنساء بهم وعليهم وكلنا قلناها الكلام هذا وفديت وكذا وكذا لكن يتقال الكلام هذا في كونتكست معين. ما يضركمش وانه كيف الكلام هذا نخرجوه من الكونتكست اللي تقال فيه واللي تقال في تلفزه على بلاتو وكذا ينجم يغشش برشا ناس، معناتها هل ترى انتم تتفهموا وسؤالي لكم انتم زوز تتفهموا غش الناس لبعض التصريحات، يقول لك لو فرضنا جدلا انه الكلام هذا يتنجم يتقال في اطار غش في كذا صحيح ولا غلط ولا امور وكذا، اما ما يتقالش في تلفزه، انتم تتفهموا تتفهموا ساعه غش الناس ولا Non, elle est la vérité. Khatrina, je m'attends à un public un peu intelligent, donc à la limite, qu'elle me fait, me choque le boule, la ou quel chat, c'est pas mon problème. Et ils sont responsables de ce qu'ils comprennent, mais après, moi je me. Khalaknish. Amy. Elle est femme, le roche, je me suis dit, 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 je هي الحقيقية. فوالا. معناتها سينو ما عادش فما كان ما توجعكش الحاجة راهي ما مستكش راهي ماهيش صحيحة. أنا باش نشوف في الزون هذيك. هو خن به فيسع فيسع باش نغرقوا القوس هذا مثال برشا بنات في حالة غش يقول لك البلاد هذه ما عادش فيها كذا وفما زاد برشا رجال يقول لك البنات الكل ولاو بهم وعليهم لكن في إطار معين كيف تقولها أنت بجدية وتعممها العباد من حقها باش تتغش ولا لا مريم؟ ليه على خاطر انا ج بارلي دان سوجي معين سوجي كان العنوسه ورينا دي ستاتستيك وكل بلان دو تريك وكل شيء دونك 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 خلينا نوضح دونك دونك العباد برشا يحكيوا على ديتكتور دو مونسونج وي خويا يحكيوا على ديتكتور دو مونسونج العباد يحكيوا برشا على ديتكتور دو مونسونج وانت في البرنامج في الحلقه الاولى اصريت وقلتها برشا مرات اللي هذايا ديتكتور دو مونسونج فيابل فهمتني ولا واول مره في تونس فما ديتكتور دو مونسونج يخدم بالحق مع العلم وانت عملت برامج اخرين فيهم ديتكتور دو مونسونج معناتها انت سي امين قاره كنت تتحايل علينا بديتكتور دو مونسونج في البرامج نتاعك القديمه والله
والله هو ما ميرسي سامي عايش مرحبا بك في الحوار علاش اش نعمل انا هنا مرحبا بك في الحوار مرحبا بكم في هذا البرنامج القيم الثقافي لا لا بالحق ما خدمت خدمت ديتكتور دو مونسونج اما فما فرق بين ديتكتور دو مونسونج تونسي وديتكتور دو مونسونج من انجلترا فهمتك معناتها فما نسبه من الخطا ونسبه من الصحه اول سؤال جربته في ديتكتور دو مونسونج اللي جبناه من انجلترا كان اسكو ديتكتور دو مونسونج تونسي صحيح ولا فهمتك قال لي بيان سور ما جاش خلي دونك قال لي دونك ديتكتور دو مونسونج جا خصيصا من انجلترا هو بنسبه كبيره برشا صحيح مش بنسبه 100% خاطر ما فما حتى باش العباد تعرف اللي في العالم نجمع ما فما حتى ديتكتور دو مونسونج فيابل 100% معناتها هو انا شفته كيفاش يخدم على كل سؤال الديتكتور يعطيك تقرير يقول لك مثال هنا راهو يكذب 100% يكذب والا 100% صادق ولا يقول لك هنا 80% يكذب و80% صادق. ساعات يقول لك 50-50. وساعات يقول لك 50-50 وريتك انت في البرنامج يرحم والديك ربحت الراجل اعطيته 5 ملايين. وقت اللي يقدموا به. اما باش العباد تفهم فيزا، فيزا خاطر انا شفته كيفاش يحاول نبسط لهم قدر الامكان. ديتكتور دو مونسونج في دي بارامتر ياخذ دقات القلب، هذاك علاش حاطط المتباري تلقاه حاجه لهنا، ياخذ حتى الهيوميديتي اللي موجوده في الصويبع نتاعو تلقاه حاط حاجه، دونك يبدا انسان بين قوسين يكذب ما يعطيش في الرسمي. يعرق دونك هو يقيس نسبه الرطوبه اللي موجوده تلقاها في الصويبه نتاعو دونك ياخذ حتى كيفاش يتنفس نفس. عبد اللي يتنفس ماهوش اليز اللي يكذب ماهوش اليز دونك يولي معناتها ينجم يكذب في اي لحظه يولي وفما في الفورماسيون ريت يجيبوا هما عندهم اخصائي يقعد يتبع حتى في ترميش العينين فوالا موجود معنا في الباتو ما يحلل يشوف حتى ترميش ديتيك فما ديتيك نتاع كذب يولي وعنده وفما ساعات التخطيط تدخل بعض كل واحد يقول كذبه كبيره تعطيني بالضحك معناتها جربناها نحن جربناها ما بينات بعضنا وساعات معناتها راهو ديتكتور دو مونسونج الي فيابل بنسبة كبيرة أما ماهوش فيابل 100% وفي العالم نجمة ما فما حتى ديتكتور فيابل بنسبة 100% به لي كرونيكور هذوك مهمة ولا الجمعية مازال باش تكبر معناتها شفنا سنة زياد المكي سونيا الدهماني مازال باش تكبر الجمعية طارق بعروش مريم دباغ حنان شكراني هذوما ليكيب اللي موجودة بالنسبة لي أنا حسب الحلقة الأولى معناتها ساتيسفي على الآخر بالأولاد ومش عارف كان أنتم بيبليك معناتها عجبتكم لا أنا أون توكا بالحق عجبتني معناتها مش على خاطر pour une première, يعطيهم الصحة. Pour une première, c'est une très belle émission. Pour une première. Vas-y, الأولاد, vas-y. Donc, متأكد إن شاء الله ينجم يكون فما un profil ناقص. معناتها ينجم. أما بالنسبة لنا الحلقة الأولانية كانت مريقلة معناتها 5-5. باهي. أما ينجم نجم نزيدوا كرونيكور واحد آخر، علاش لا؟ أمين، أنت بديت كمنشط إذاعي. يس. كيفي أنا. ومن الإذاعة تنقلت للتلفزة. دونك باش نعمل لك انترفيو. راديو ولا تلفزة؟ حسب رأيك أمين وين عندك القبول أكثر في الراديو ولا في التلفزة؟ بالعكس ما باش نجاوب كان هما ما تضروا أنا غلط يقولوا لي ما ديتكتور دو مونسونج نتاعي هم كلهم لهنا راديو خير راديو خير باهي وين تخلص خير في الراديو ولا في التلفزة؟ قول يا مال صحيح التلفزة؟ بيان سور التلفزة والراديو شو التلفزة والراديو بالنسبة لنا كيما الهوند والفوت فهمت معناتها جوار جوار هوند وجوار فوت ما يخصوش كيف كيف باهي وين تحس روحك مرتاح أكثر في التلفزة ولا في الراديو؟ من غير ما نخمم برشا في الراديو علاش بالحق معناتها بيان سور الراديو دارنا وبالمناسبة بالله نحب تحية سامي 15 سنة عندنا في موزايك الجمعة هذايا دونك إن شاء الله كل عام وإذاعتنا الأولى حياة كثير وهذيك اللي بديت فيها من الأول أنا ديجا في بالك اللي نهار عيد ميلادي أنا هو نهار عيد ميلاد واللي هو موزايكا واللي هو 7 نوفمبر الله الله شو صدفة أنا 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 موزايك مولودين فرد نهار تاعنا أنا موزايك مولودين فرد نهار وين عندك معجبات أكثر في الراديو ولا في التلفزة؟ ما عنديش معجبات لا عاد لا عاد تتفرج تتفرج لا عاد اي اما حسب رايك انت جاو اكثر من التلفزه ولا من الراديو؟ من التلفزه من التلفزه باهي كان تلقى روحك مجبر اخاك على بطل باش تختار ما بين التلفزه والراديو شنو تختار؟ راديو راديو؟ بالحق والله من غير ما خممتش فيها ما خممش فيها ما. راديو؟ معناتها انا في مخي خاطر لهنا كارير التلفزه 5-6 سنين تنجم توفى معناتها مش هكا في مخي انا هكا معناتها الراديو ليه الراديو باش كان فيها حياتي كل معناتها انا هذا مخي هكا فوالا فاسون كان كل تلفزه نخدم فيها نخرج معناتها نسب مش باش يقعد حاجه كبيره في الاخر
به مريم مرحبا بك. ميرسي. باش تعرف قداش انا فرحان اللي انت موجوده لهنا، حضرت لك غنية. والله غنية خصيصا لمريم الدباغ، فهمتني ولا لا؟ نسمعوا غنية مريم الدباغ. او مهدي بي. باش نعملوا انترفيو باش نعملوا باش نعملوا انترفيو بينج بونج. اسمعني امين، باش نعطيك اسئله باش تسالهم انت مريم، وبعديك مريم اسئله باش تسالهم انت امين. نبداو دونك مرة واحد يسال سؤال. لا 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 كمل فيشتك انت وبعدين كمل فيشتك ونجاوب. ماذا بينا باه الاسئله هذوما مريم، معناتها اسئله برامو ما كتبتهمش انا، ما نعرف عليهم حتى شيء. اول مره تقابلنا فيها وين؟ في البيرو. انا هو من البيروات تاع تسعه. ما كنتوش تعرفوا بعضكم من قبل معناتها؟ لا لا معناتها كيفاش اخترتها؟ ما فهمتش. عمري ما ريتو قبل. كيفاش اخترتك؟ بالحق كيفاش اخترتك؟ معناتها تعرفوا بعضكم من قبل ولا لا؟ لا عمرنا ما رينا بعضنا. معناتها فما شكون اللي معناتها فما شكون في التاسعه سي لا برود اللي جابت مريم؟ معناتها مش انت. معناتها سي كاستينغ. انت اللي جبت مريم؟ لا 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 سي ان كاستينغ في 50 عام. عندي كاستينغ في البيرو و او ديبي اللي ياسر صعيب، قلت لا لا سا فا مال سباسي. Finalement, le premier épisode, on s'est bien entendu. Matin, quand même, le casting, c'est là où je vois le profil. Donc, quel le profil, ça colle. Allez, je vais te dire que je suis là. Dès que je quitte Marc, je me suis sentie à l'aise directement. Donc, je me suis dit, nouvelle expérience. Je suis là, je suis là, je suis là. Donc, vas-y, on va donner une chance à. عطيتني شانس ميرسي. نعطيك 10 شانسات. يعجبني انا التواضع نتاع مريم، قالت له باش نعطيك اون شانس من قال عطيته فرشته. باهي ما نعرفوش خاطر. هل تعتبرني احسن منشط في تونس؟ اقوى منشط في تونس. سي لا فيريتي. من غير تخديم مخ. ما نجمش ما خدامش مخي. ندمت على حاجات عملتهم معايا؟ والله وصيته وصيته اخلاق، قلت لها ما غير تقديم مخ. كي نشوف كل شيء ندمت عليه ما عادش نجمك. لا ها لا فيغيتي، ما نندم على حد شيء معاك. صافا مريم، من غير ما تزيد تجاوب شيء خلينا. ما يخرجش عليك مريم، ما يخرجش عليك مريم. في بالي ارتحت من هذا السبت، ما عادش نبات لبرا السبت هذا، مش نبات لبرا. هذا السؤال هذا خدم مخك ما يصيرش. نخدمه ولا نخدمه؟ لا لا خدم المره هذه خدم. كان ما جيتش معرس تقبل انك تعرس بيا؟ لا فيغيتي. اسمع اعطينا غولمون دو طنبور باتري شوي، سؤال مهم فوالا. ليه على خاطرك ماكش غلي برشا ما تنجمنيش، اما ناخذك اون طون كو راجل ثاني على الحب. سمعتوها اش خالك ولا ما تصدقش معناها؟ سمعتوها اش خالك ولا لا؟ بربي الفرقه ما سمعوش. يا مرا شنو الميكرو طاح بالعمل دقيقه. اسمعني قالت له بشويه قالت له الحقيقه انت زوالي ما ناخذكش، ناخذك راجل ثاني عن حب، وهو كان نصرف عليك بالراجل الاولاني. اه وي نصرف عليك. فهمت قالت له ولا لا؟ واضح بلاش. شكون الراجل الاولاني برسا؟ هذاك اللي باش يصرف علينا برا. بما انك قلت ما فماش رجال في تونس، خمم مليح. ها انا شنو تعتبرني؟ قسما بالله باش نغتالوا اللي عمل دبدوبي. والله من الأرجل رجال ريتهم في تونس بالحق، مش في وجهه ولا حتى يعرفني راني سايبة. من الأكثر عبيد وقفوا معايا في الإكسبيريونس اللي صارت لي هذايا، وفي بعد ما خرجت من التاسعة لو سول بريسك اللي وقف معايا هو يمين قارة.
معناتها بشوية خلينا باش العباد تفهم معناتها كي تقول اكسبيريونس معناتها خاطر بالحق معناتها كلامك كايتي مال انتربريتي وكانت فما ردود فعل عنيفة وكانوا فما أشخاص أنت كنت تتوقع وأنهم باش يقفوا معاك باش لازم نقولوا شكون ما هما ما وقفوش معاك وأنت خذيت في خاطرك منهم برشا أما من الأشخاص اللي وقفوا معاك حتى الأخر وكلاوا معاك الضرب والسبان ليك اللي معايا العصار الكل هو المنقارة وعلى هدايا نجموا بالحق معناتها غاديك وين تعرف صحابك بالحق معك مش وقت اللي امورك ماشيه مش وقت اللي العباد الكل تدور عليك انا فما دي بيرسون كنت نسخايلهمش يقفوا معايا وقفوا معايا فما زيد اصحابي ما وقفوش معايا وفما عباد كل بالله اسمعني من الخايبين فكرينا اعطينا من الحكايه الخايبه هذه الكل اون فادير كو لا بون سوربريز وانك شفت لي عباد ما كنتش تتوقع اللي باش يقفوا معك وقفوا معك شكون؟ الحمد لله على سبيل المثال معناتها شكون مثال تقول انت ربحتوا من الحكايه هذه؟ فما باغ اكزومبل دو كوبين نعرفهم بالكدا بالكدا مش ساوسن ومريم بيان سور خاطر هذوك خواتي زوز اخرين اللي كانوا مريم هيا نخرجوا نسهروا مريم هيا نمشيو فواياج مريم هيا هزنا نمشيو نتعشيو مريم هيا درا شنو جيتي توجور لا اما نهار اللي انا تسبيت ولا عندي معناتها دي مناس دو مور وكل شيء ريحتهم ما فماش لا نحكي لك بالعكس قلت لك انا نحب نكون ايجابي شكون اللي معناتها مثال تقول البنات هذوما ولا الاولاد هذوما والاصدقاء هذوما نعرفهم اللي لا نعرفهم اللي هما معايا على خاطر مصلحه ولا نتاع جو كاو كاو وانت تفاجات وانهم وقفوا معاك وكانوا في المستوى برشا عبيد فما حتى عبيد من الببليك فما عبيد من الببليك معناتها باغ اكزومبل فما عبيد من الببليك باغ اكزومبل وليت صحاب معاهم عم ناول معناتها جافي اون ريلاسيون افيك با تري تري اميكال مي نحكي معاهم ساعات في التليفون يمونفوا دي ميساج وكل شيء اي بان ديك سا سي باسي يمابلي او تليفون كل يوم يكلموني كل يوم مريم عندك ماكله في الدار مريم الحليب مقطوع نجيبوا لك حليب مريم وينك معناتها اللي هين باين على خاطر يمكن العباد ما تعرفش اما راهو تعديت لا 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 باش تكون شو احنا قاعدين نفدلك راهو بالحق اما راهو بقطع نظر اللي عملته صحيح والا غلط اما راهو معناتها مريم تعديت بفتره صعيبه على الاخر وفما قلت لك فكرينا مش لازم نقلت من الدار انا معناتها نقلت من الدار تفهم تهديدات واللي عمره ما تكلم ولا يتكلم وبرشا عباد ولا تو احنا ما نشكوا في حد شيء ويمكن حتى انت غالطه اما ابخي تو ما قتلتش روح معناتها معناتها ابخي تو العباد الكل يخطب اما فما برشا عباد استغلوا الموقف هذايا ولاو برشا رجال معناتها عليهم برشا يوليو يحسوا روحهم تطيح البقره تكثر سكاكنها وانت مريت بفتره صعيبه ياسر اما نحب بكل صراحه معناتها نفسيا تعبت فيا ولا لا؟ سانسيرمون نعرف تحب ديما قويه وكذا اما سانسيرمون شويه باش نقول لك تعبت نهارين الاولينين كهو اما نهارين الاولينين مش اللي بكيت وحربت انا خاطر نخلي ياسر في قلبي وكل لي دو بروميي جور سكرت تليفوناتي الكل وبدلت من الدار وجو فولي فواغ بيغسون حتى مي باغون ما نشوف في حتى حد معناتها تو الموند ايتي انترديت دو يجوني للدار ومن بعد نلقى لابيل نتاع امين وناقوس تاع الدار نوقز وتخلي امين قال لي خيش تعمل تحكي بجدك وكل تخلي للدار هو وعباد اخرين كيما دالي دمق وكل شيء وقفوا معايا اي بان دخلوا لي عملوا لي عركه في الدار قالوا لي خي تحكي بجدك انت مسكره تليفوناتك وقاعده في دارك وخايفه ورانا معاك وماكش وحدك وتي تنفو ما تدخلش تقرا على الانترنت ولا غالب واللي صار صار واحنا واقفين معاك اي بان وقتها زعما في فريمون توشي خاطر كي نقول لك كل يوم ينقزوا عليا كل يوم مش يجي بحذايا يمين قاره يقعد درج راهو يمشي معناتها يقعد بحذايا بالحق نهار كامل بالحق نهار كامل معناتها انا نتصور اسمع ليه انا ليه بالحق معناتها جاي لي هو برشا شكون مستعد يضحي ويعدي نهار كامل بحذا مريم الدبير الكل يحبوا شكون مستعد يضحي ويعدي نهار كامل بحذا مريم الدبير الكل الفرق الكل تحب تضحي قالت لك غالي نو مي سي فري سي فري وانا كون جو سي دون دي سيتياسيون كيما هذوما لا فيغيتي انا ميم مي زامي جو نو با لي فواغ خاطر كون جو سوي با بيان لازمنيش نوريهم لينا je me sens pas bien. نحب hibernation totale, je veux pas de téléphone, je veux حتى يبحذي شانو شيفا ماكسيموم. Sinon حتى حد يدور بحذي. Donc pour ouvrir la porte, c'est que c'est quelqu'un يعز عليه برشا. باهي اسمعني هو باش مش بريفيو باش نعملوه تو نورمالمون كانوا امين يكمل يقرا الاسئله. اما لا اما 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 تعرفش كيفاش قبل ما نكملوا البينج بونج نتاعنا باش خاطر باش يجي باش العباد تفهم. خاطر راهو لي كومنتير على فيسبوك
معناتها راهو تنجم تلقى عبد خيرة الناس ومحلاه وكذا وكذا، ومن بعديك يجي على فيسبوك يقول كلام لا أراك الله مكروه، وكي تقابله في الدنيا منك ليه يولي عسل الدنيا. دونك احنا عملنا ليكسبيريونس، هبطت إكيب تصور وتسأل في رأي العباد على مريم الدباغ، ويبدأوا العباد يتكلموا ويقولوا اللي يحبوا، بعديك تخرج لهم مريم الدباغ بالحق. حبينا نشوفوا ردة فعل الناس مع مريم الدباغ كي تبدأ ماهيش موجودة، وكي تبدأ موجودة قدامهم. فبالتالي شوفوا التقرير. وي نشوفوا التقرير. شنو رأيك في مريم الدباغ؟ مغلغل عليها ما نحبهاش، ياسر ياسر راش كلمة تعدى في التلفزة مغطى ولا كيفاش؟ رزينة هكا رزينة. هذه أخي من الخيابة عرفت؟ تجري واحدة جات الأولى. شو تنصحها؟ سالو. سالو. سافا؟ ننصحها سايب عليها من اللي تعمل فيه جملة. جديرة بالاحترام هكا، ويظهر لي التعبير اللي تعبر فيه هي أقل وطأة من التعابير اللي عبروا فيها السياسيين. دونك أنا نقول لها خذ راحتك وتكلم اللي تحب. يووو ميرسي. شنو رأيك في مريم الدبة؟ رأيي في مريم الدباء كما قال أحمد لندولسي. تحس أدراك كيفاش متأثرة بالبر أكثر من تونس، معناها راك في تونس تعيش محلاها وانا ما خيبك وكاهو. نصاحة تنقش شيء من بوتوكس سينو تكبس روحها، خاطر ذرحتنا في تونس على الأخر وكاهو. والله شنو؟ ذرحتينا في تونس. كيفية ذرحت؟ خاطر ما دام من تونس ما فيهاش رجال. لا لا نحكي على العرس. سا دي بون ما لقيتش شكون يهنيك وكهو. صحيت فوالا. ليه مش تعاير الجمل؟ كيف مش طيب في الدار كل نهار بيتزا بانيني معناها شناهي؟ كنت عالم طيب. مريك. شكون قال لك؟ أما برسمي محليك دخت كي تعدي. آه. ميرسي. عايش بيجامل بيزو. ما تعجبنيش. ياسر معناها ما عرفش أنا ما تعجبنيش وكهو. تراها صدفة مثلا، شنو تقول؟ ما كنت فيها. تحسب روحك انت فيها؟ ما عرفيش. مالا عمل روحك ما ريتنيش. باي باي. باي باي. ظهرت لي سبونتاني برشا. ماهيش عامله ماسك، اللي فما باهي ولا خايب تقول فيه. انسانه عاديه وانسانه خرق العاده، اش باهي؟ ولا بالنسبه لي تعجبني، كل انسان حر في موضوع. قل لها هذه اذا كان. عاصمة. يوم هبطت للسنتر فيل سبيسيالمون باش نشوف العبيد اذا كان يحبوني ولا ما يحبونيش. يعطيني رايك فيا محليك بحق والله سير مش خاطر قدامي. لي والله لي ولا شبيني خوف باش نهبط للسنتر فيل اليوم. وعلاش تخبيك شبه برشا عبيد ما يحبونيش؟ لي لي بحق ما يحبوكش خاطر انت مزينه. بالحق والله محليك. بالحق والله ما تعجبنيش انا، ما نعجبكش وانت ضربي ساعات كلامك. اما انت انا نعجبك. انا ما عنديش مشكله معناتها تحبني. نعم. فما عبيد طلعوا يحبوني وفما عبيد ما يحبونيش، اما برشا طلعوا يحبوني. من الاول خفت لا فيغيتي باش نجي وحدي يا اخي. فينا الماء ما عنديش علاش نخاف، الشعب يحبني. ويا في دي بتيز انفون محليهم يبوسوا يعانقوا، برشا عبيد يصوروا وكل شيء وفوالا. باش نفسر لكم شنو اللي صار بالضبط. هو بالحق الروبورتاج هذايا كان بالنسبه لينا احنا مفاجأة، يظهر لي صار على الآخر على خاطر ما صار حتى مشكلة والعباد هكترة. وكيما الناس الكل كيما أنا نجم نهبط، كيما أمين نجم يهبط، ينجم يلقى شكون يحبه وشكون ما يحبوش. ردود فعل عادية، عندك ديفان، عندك شكون يحب سيلفي، عندك شكون عند بعض التحفظات. دونك مريم أبخي تو أون كرونيكوز كوم لي زوطخ. وي. توا نجيو الأسئلة مريم الأمين. يا ربي قدر الخير. فما شكون فرضني عليك في الخدمة؟ في الخدمة نورمالمون ما ينجم حتى حد يفرض عليا حتى رأي معناتها. يا وحش. ما 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 لا بالعكس معناتها. شوف لك علاش شكون هكا. فهمت حسين. علاش أنا كرونيكوز معاك؟ والله كل يوم نسأل في روحي. لا عندك ان كوتي نتاع الصدق اللي ما لقيتوش في برشا عبيد. معناتها كلمتك تقولها كما هي، ساعات نجم توجع، ساعات تتعدى نورمال، ساعات توجع ياسر، مي الصراحة المطلوبة موجودة فيك. الفيزيك عنده دور في هذا؟ ضحكت عليه هذا.
ستعرف الببليك بالاسم انت. فيزيك عنده دواء. اي حاب نقول لها ما اي والله اسمعني 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 اي علاش معناتها انت عملت احلاها مزيانه عملت ما اتفقنا على مزيان اما انت عملت كاستينج بالفيزيك بيان سور وما نجحش معناتها في نفس عارف علاش كنت اما عملت بالكاستينج وجبت بلونده مزيانه وكذا معناتها سلموا عليها ليتيسيا ونسلموا عليها كان تحب اما معناتها مش كان الكاستينج هو اللي مش كان الزين مش كان الزين معناتها فما هما سي بوكو دو باغابيت لازم ماشيميزم لازم مريم لمت معناتها مش بشرط هي كل ما تجيب بلونده مزيانه راك باش تطفلك لازم شوي اونيك كنت تعرفني على حقيقتي من غير بوتوكس نكمل نخدم معاك ليه كيف كيف راهو قبل وتوا جست عندي ذوما منفوخين شويه وذوما شويه منفوخين كهو انا نتصورها وهي صغيره بار كونتر معناتها كانت مزيانه خير شويه اكثر منك وهي صغيره والله بالحق كنت متأزم شويه منك شنو ما فهمتش وهي كانت صغيره زياده كون جيتي بلو جون وفاش قام عليك ما عملت انا نحب النفخان خويا معرفة طيبة بالنسبة للأولاد في الأمان صحاب منين نقعدوا معرفة اسمع اسمع أمين نقعدوا أنت ما تحطش نفخان لا 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 إيماجين نعملوا سبوت نتاع ليميسيون بالنفخان نعمل أنا في الانترفيو نتاع مش نعملوا سبوت نتاع ليميسيون جوست سبوت هكا وعندنا ماني دباغ أنا نحب النفخان معناتها ونعديوا هكا إيماجين شيحة هكا نخرجوها من به مش مازال عندك اسئله؟ عندي كان نولي عاقله وما عادش نعمل لك البوز تخليني بحذاك؟ لا لا والله باهي كان تشرط عليك القناه تطردني تقبل وتكمل ولا تخرج على خاطري؟ من غير شنو تجيبي وقلاني؟ شو كامل يتفرج فيا مانيش لاقصه مريم انت تعرفني ولا؟ ايه ما عرفتش تتوقع الاجابه نتاعي نخرج وين رايك مع بعضنا؟ إبا أي نخرج أنا وياك مع بعض. معنا ثلاثنا بعلوش راه. صحيح ليه؟ أوبليجي. آه. مرتك دغير مني؟ جاوبها مينا نجاوبها مينا. ليه؟ أنا ومرت وصحاب على الآخر تحب لي ونحبها برشا و. معنا حتى مرتي ما تتهنى بيا كي نبدا بحذاها فوالا سي فري سي فري متخطرش عندها سامحني اي سي فري شو نقول لك انا؟ استنى عائلتك فرحانين بالشيء اللي نعملوا فيه؟ بون مش كل ما فما كل الحقيقة مش كل الحقيقة بتعرفني مش كل شيء مش كل كان بابا ينجم يقعد جمعة ما يكلمنيش نورمال معناتها عادي معناتها باهي اسمع عندها سؤال قاعد على الفيشة نتاعي من هنا هي زي ما تسألك كان عرفتك وانت عازب ونقول لك راني نحبك تاخذني هي ناخذك المرة الثانية بعد ال باهي مريم مريم نتصور اللي توا معناتها انت ظهرت في برشا وسائل الاعلام والناس ولا تعرف اللي انت من اب تونسي ام انجليزيه قريت دون اون اكاديمي ميليتير سي سا؟ وي عملت اون فورماسيون تاع قداش من عام؟ انا عام باهي ومن بعديك معناتها قبل ما ما تولي مع امين في الاميسيون Tu étais styliste, quand ça a dernier rabais, dans le prêt-à-porter, tu as une boutique, tu as oui, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, bad militaire en Angleterre, j'ai changé de filière où j'ai fait fashion design à Milan. Et je suis rentrée l'année, je voulais faire ma propre marque, mais petite, j'ai ouvert une boutique de vêtements pour femmes. Voilà. Femme. Interview. Khayr Oukhtar. كلبك ولا اصحابك؟ كلبي يعطيك كلب ان شاء الله ما نحيلش شانوش يفاق قبل ساعه عندي زوز كلاب ها؟ زوز باهي باهي نعرف زوز اخرين باهي باهي نعرف ثلاثة وتحية لاصحاب مريم الدباغ يصفقوا نوري باهي ليه يعرفوني ولا نقول حاجة واضح 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 ماكش مجبورة باش تبرر موقفك باهي ما جبتش شنواتك اسمعني باهي بين كلبك واصحابك اخترت كلبك ما بين تونس وانجلتير
تونس. الحب ولا الفلوس؟ الفلوس، خاطر الحب في الكتب. الحمد لله. سي لا فيغيتي. سي لا فيغيتي. فهمتني، مرحبا بك مريم الدباه. اي سيدي، كوارجي تونسي ولا كوارجي اجنبي؟ كوارجي تونسي. وسامحني علاش في هذه تونسي؟ خاطري انا نحب تونسي، الاجنبي ما يحكمش برشا، التونسي يحكم ياسر. شنو تحب البلاد الحارة معناتها انت؟ ها؟ اي با طلعت تحب الرجال تاع تونس في الاخر وما بيان سور غادي نروحوا. باهي، لما مع العائلة ولا السهرية مش نورمال؟ سهرية مش نورمال. ما نكذبش. باهي، المونجالا ولا البيج بان؟ البيج بان. تاي أخضر ولا جرين تي ولا كان عندك حاجة أخرى؟ حاجة الأخرى. حاجة الأخرى، واضح. تقصد في قهوة فيلتر ما. فوالا. شامبونية. إيهاب المساكني ولا دافيد بيكام؟ إيهاب المساكني. الله. إيهاب. تونس قبل في هذا. اسمعني، تسمع بيا كالوليد صغيرة اللي عندنا لهنا؟ اسم ليه على الآخر هو. كالوليد هذاك. هاك ستاجير صغير مازال يتعلم. جايك بالذمة ليك أنت. ليه ليه. ولا غير بالذمة، ستاجير. الشعب التونسي الكل. يا خويا اسمع غريبة فين؟ هات نصوروا في الإيميسيون جا قاعد بحذاته ومشي قاعد حذا عارفه بالله العظيم. عادي شكون يخلص؟ كي تجي تشوف لو قاعد بحذاك لو بحذاك قاعد بحذاك. هذا مقبول ما هو عندها ألف حق في هذه. سافا؟ والله سافا، من حمل همامي إلى مريم الدباغ. شو تليب؟ أنا فخور ياسر بالحوار معاك أستاذة. وباش نقارنك بحاجة. شنو هو الفرق بينك وبين ام سيس؟ هما قلة الحياة تبدا بعد نص الليل وانت 24 على 24. شنو هي رايك في الموضوع؟ والله ما يقلقنيش نكون قلة الحياة، كي انت تاخذها بقلة الحياة مانا خاطر نقصد على العائلات التونسية اللي تفرج. ما عندكش ما تيغيس با تسافوار سكي بونس. ملا رقع به. اسمعني قلت زاد اسمعني اجي اقعد ويني باش وجهه يدور هكا. نقعد في بلاستيك. لا ماذا بيه هو يعجبكش؟ لا طموح طموح ياسر الولايه. مريم الدبار في بالك لي انت الوحيده كي تعوم ما تغرق ما تغرقش خاطر تلمو منفوخه تطلع فوق الماء. كيف بوي ما يقولوش تطلع يقولوا تطفو فوق الماء. تطفو انت جاتك في هذه حوارت مريم الدباغ تو جاتك في تطفو. هل فور اكزومبل نجمو نحيو السيكله نتاع ميشلان ونعوضوك مريم الدباغ؟ ما يقلقنيش ومون تولي العجل تشري برشا. نعرفك ما تغشش انت نورمال خليني نسال. رد بالك. ليه هاني لا نغش ساعات. لا تو قلت لك في الكوليس قلت لك مريم ياسر منفوخه. اش قلت لك منفخ؟ ملا رقع به مش مش بحكم علاش مش قلت لي محليك كيكه وزيد؟ لا والله لا يا سامي والله لا قلت لها لا. وما تسمعش كلام العبيد وما يهمكش فيهم وراك عشان طفله في تونس والبوتوكس مش يبدل لك في حد شيء. راسها الماء والله طلع شو قلت لها؟ ما يسالش ما يسالش عرفت مكلي بوجهين مش يطيح في ربي ولا يسالش. لا والله لا. لا طلع شو قلت لها؟ قلت لها يا اخي تستهلك في حاجه قبل ما تطلع خاطر مش نورمال. معناتها جيت قبل الميسيون نحسب شرا مريم الدباغ في ثوب التوبه باش تستوي روحك. تيخ كوا ثوب التوبه؟ تيخ تاك بلاريق. اسمع خذ رقيتها رقعه رقعه فهمتي؟ بهذايا هكا بهذايا سؤال بحكم ما بحكم علاقتك وقربك. بلا لحظه لحظه هما بيدروا كانوا يعيطوا مريم وراح يحبوني انا حاول اقنع على اولاد سافا. بحكم علاقتك وقربك من ملاعبيه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. هل نجم نهار اخر نلقاوك في ستاف تكنيك مثلا؟ نلقاو ماهر كنزاري مدرب ومريم الدباغ المدلك. ليه 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 ليه؟ انا نحب الجمعيه الكل. معناتها رئيس الجمعيه؟ اي بيان سور. خاطر ولاو يعملوا كلوز جديده في لي كونترا نتاع جوارات، الكلوز تقول ممنوع الاقتراب من مريم الدباغ. الحمد لله. خاطر المهاجمين المردود نتاعهم تاح. ناي. رقعة ما تقشيش هي جيبة شخص عبد يقنر هو ذاك عليها هي ولات تهتم بالمدافعين صحيح والله ايش هي توا الله
الجمعية. صحح عليك هذوما. صحح عليك هذوما. برا اجبد اجبد للصباح للصباح ما يتقلق حد هنا. برا زعما حلقة بعد نص الليل. برا اش عندك مازال عندك؟ هذه نورمال جاوبت على هذا. باش سؤال معناتها كوم كوا يرجع. أما يا ذنوبي قلت اللي ما فماش رجال في تونس. بيان سور قلت هاي. على راي فوزي بن قمره بوك في بالو شكون هو؟ اسمع يجي وجو وين وين متسكر يجي وشيلو شيلو شوف بابنو اكيد ترى هاد قمر بالحق نحب نعرف نحب نعرف بوك معناتها بوك شقا اسمس اللهم صل يعني بيخلي في الكواليس شوف لا فيغيتي ما تبعتش شنو قال ما طولي كابابا معايا في اللي قلته قال لي اللي ما tu es responsable de ce que tu dis mais tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent انا مانيش باش نكمل الحوار اما شنو نقول الله يهدي اللي جابك للقناه ايش اعطيني بوسه ايش ايش فيس فيس تيجي هنا فيس انا عارفك ما تحبش تشلق تشفيق على زيد المكي توا لي زونفون باش تلعبوا واحد ضد الاخر اول مره في حياتكم دون اون باتل دانس واحد ضد الاخر امين ومريم على شنو باش تفتح مريم بغاتي مريم باش تفتح على تحول الى اله ماشينا لافي في الان خلينا نحطوها في التروا نقويو شويه في الان دو تروا بري قوينا في الفيتاس نتاع الماكيني اللي بعده امين على شنو باش تشتح؟ شفتي بومه السوداء تبدل بلاصه في حافله تجري في كياس خايب فهمت هذه الحكايه؟ انا الحافله محترم من على الاخر ترى برا امين فهمت كيف تعمل هذا؟ موزيك هاي موزيك موزيك في الكار سافا في الكار سافا خاطر جوي هذاك علاه مريم جوي كار مريم مريم على شنو باش تحطونا مريم 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 على باش تشتاح على سروالك تقطع من تالي وما تحبش شكون يفيق بيك اعطونا الموزيكا صارت لي مريم مريم عملنا لنا شو جاتني فكره تو عملنا كومبينيزون ما بين السروال تقطع والماشينه لافي برا امشي في ساي ابعثوا لنا الموسيقى كومبينيزون ما بين السروال تقطع
تاع المشي اللي انا به بري باتل دانس امين جارا ومريم الدبيضه به وش عمل فينا عرفنا جديد تعبنا كل يوم هكا والله الحمد لله الحمد لله روحوا الحمد لله برص امك عيد مزيان ميرسي باي باي تشاو تشاو ميرسي بكم